عملية أنجي موتورز لازم تتعمل على واحد صاحب أجنس عربيات. نختار واحد ونعرفه بالمزاد بطريقته، وبعد كده نقنعه إنه المزاد هيرسى عليه. أي اقتراحات عن صاحب أجنس يستاهل اللي هيتعمل فيه؟ لقيته. فاكرين الراجل صاحب أجنس العربيات بتاع العجوزة اللي نصبنا عليه من 5 شهور؟ جيمي بطل التهور اللي انت عايش فيه ده. انت عارف كويس قوي ما ينفعش ننصب على العميل مرتين. اقول لك ايه تاني؟ بس انا لقيته وهو يستاهل فعلا. فاكرين الراجل بتاع الاجنس اللي انا اشتريت من عنده العربيه بتاعتي من 7 سنين لما طلعت العربيه معيوبه وحبيت ارجعها وهو ما رضاش؟ 7 سنين يا زازا، ده انت قلبك اسود قوي. هو اللي اسود وضميره اسود، وهو كمان صرمه وجزمه ويستاهل. انت صح يا كبير، انت صح. هتبقى بقى دي عمليتك يا زازا، هتراقبيه وتعرفي لنا كل المعلومات اللي عايزينها عنه. دان. ايوه يا جماعه، بس في مشكله كده واحنا نسيناها شويه. ايه المشكله؟ الشركه اللي بتدير المزاد شركه حازم حلمي، هنعمل في ده ايه؟ بسيطه، هنبقى احنا الشركه. ايوه بقى يا كارما يا عسل، هو ده الشغل الجامد. يا كارما يا عسل يا امو مخ يا عسل. كده اسم الله عليك، احسدها بقى 5 في عينك. 4-1 عليك. ده الويب سايت بتاع شركه خبير المتمم حازم حلمي. اهم شخصيه في الشركه والدراع اليمين لحازم حلمي هي نادي القاضي، ودي بقى هتبقى مهمتك انت في العمليه دي. امين. عايزك تعرف لي عنها كل تفصيل عن حياتها، كل مكان بتروحه بانتظام، عيلتها، كل حاجه، فاهم؟ اعتبري حصل. امين، انا عايزه نسخه الدق الاصل عن الموقع ده، بس بدل دوت كوم اعمليه دوت اورج. اوكي. شيل صوره نادي القاضي وتحطي صورتي بدلها. وبدل صورة هشام عزوز المساعد بتاعها تحط صورة يوسف، وده اللوجو بتاع الشركة. عايزاكي تعملي لي كروت جديدة باسم هشام عزوز عليها نمرة تليفون يوسف الجديدة. اعتبريه حصل. فين الكروت والمفاتيح؟ جاهز. دي مفاتيح العربيات اللي احنا هنستعملها، متأجرة بالبطاقات المضروبة اللي مع المعقوديات، كويس؟ ودي تليفونات جايب لكم فيها خطوط شحن شاريهم من على الرصيف، مفيش منهم اي قلق. ايه ده؟ ده تليفون قديم من ايام ام وعود، اما عادش تاني. جرايا زازا، انت فاكرانا بنلعب ولا ايه؟ لا لا، ما فيهوش تويتر، هات لي واحد جديد. زازا، التعليمات دي لازم تتنفذ بالحرف. تجيبي كل المعلومات اللي مطلوبه منك عن الراجل بتاع الاجنس وانت على نادي القاضي. حاضر.